ضمن سلسلة برامج ومشاريع دعم المرأة في المجتمع، أقام فريق دحقنا نحكي مبادرة مجتمعية لمجموعة من الناجيات الإيزيديات يوم الجمعة المصادف 28 حزيران 2019 في بارك أزادي دهوك. احنا فريق دحقت نحكي نتمنى كثير من المبادرات، والمرأة لها جانب مهم في هذه المبادرات. قمنا بعدد من المبادرات، اليوم مبادرتنا مع النساء، تحديدا النساء الأيزيديات الناجيات من تنظيم داعش. هاي الفئة من النساء اللي تحتاج كثير من تسليط الضوء وكثير من الدعم من كل نينة ومن كل مكوناتها. اليوم احنا هنا حتى نوصل رسالة للعالم وللمجتمع العراقي خصوصا انه دعم المرأة واجب، وبالذات النساء الأيزيديات اللي هم أخواتنا وبناتنا يحتاجون كل الدعم، ويحتاجون أنه كلنا نكون واقفين معهم ونساندهم حتى يأخذون دورهم الحقيقي واللي لازم يكونون به بالمجتمع. جينا اليوم استقبلنا عدد من الناجيات الأيزيديات في دهوك في بارك أزادي، جينا نقدم لهم دعم نفسي عبارة عن سلسلة من الجلسات، من جلسات الدعم النفسي. تكلمنا عن عدة مواضيع، منها كيفية الخروج من الصدمة، خطوات ممكن يستفادون منها الناجيات الأيزيديات للخروج من الصدمة اللي تعرضوا لها، وحكينا أيضا عن خطوات الثقة بالنفس، شلون يتعلمون أنه تصير عندهم ثقة بنفسهم، أنه يقدرون ذاتهم، ما يشوفون نفسهم أنه هم أقل من البنات البقية اللي ما تعرضوا للحوادث اللي تعرضوا لها. أنا اسمي حلا سفيل ناجية أيزيدية، اليوم جينا على هاي بارك دهوك. أخذنا نشاط يعني على نفسي بصراحة، واستفادينا منها، وإن شاء الله يعني الباقي هم يعني يستفادون منها. ورسالتنا إلى المجتمع الدولي وإلى العراق خاصة، انه يشكلون لجنة حتى نقدر ننقذ مخطوفاتنا من كامبات هول وغير هول، ويعني حتى اللي بالموصل. تضمنت المبادرة جلسات نفسية للناجيات مع باحثة اجتماعية ومعالجة نفسية لتمكينهن نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلى إرسال رسائل إيجابية عن دور المرأة في المجتمع. جميل الجميل، إيزيدي 24 دهوك.